بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قناة والأبسط التعليمية ترحب بكم في تبسيط علم الفيزياء للمرحلة الثانوية بنظاميه الفصلي والمقررات المستوى الأول فيزياء واحد هذه حلقة خاصة لمناقشة حل الاختبار المقنن للفصل الرابع القوى في بعد واحد ونعتذر عن جودة الصوت وذلك بسبب عارض صحي وهذا هو الترميز الخاص بالحلقة فيزياء واحد الفصل الرابع مسألة تدريبية رقم واحد ما تسارع السيارة الموضح بالرسم أدناه إذا أعطاني رسمة عبارة عن منحنى السرعة المتجهة الزمن طبعا لما نبغى التسارع من منحنى السرعة المتجهة الزمن كل اللي علينا أوجد ميل الخط المستقيم وميل الخط المستقيم من علم الرياضيات الميل يساوي واي اثنين ناقص واي واحد على x2 ناقص x1 فكر في حل المسألة طبعا لإيجاد الميل فإن التسارع هو ميل الخط المستقيم ولإيجاد الميل قلنا من علم الرياضيات عندنا هنا الواي y هو السرعة المتجهة وعندنا الإكس هو الزمن يعني حيكون التسارع عبارة عن التغير في السرعة المتجهة على التغير في الزمن فعليه فأنا حختار نقطتين على المنحنى ليعوض فيها في إيجاد التسارع فنختار النقطة الأولى هذه هي الصفر صفر ونختار النقطة الثانية هذه هي اللي هي عشرة وأربعة فهيكون عندي هنا في واحد تساوي صفر هذا هو وفي اثنين حتساوي عشرة وتي واحد تساوي صفر وتي اثنين تساوي أربعة فكل عليه الآن أعوض في المسألة عشرة ناقص صفر على أربعة ناقص صفر تعطينا عشرة على أربعة إذا التسارع حيكون اثنين ونص متر لكل ثانية تربيع إذا الإجابة دي هي الحل الصحيح مسألة تدريبية رقم اثنين بالاعتماد على الرسم البياني أعلى نفس الرسم السابقة ما المسافة التي قطعتها السيارة بعد أربعة ثواني يبغى نطلع من منحنى السرعة المتجهة الزمن المسافة فكر في حل المسألة من علمنا السابق نعرف بأن المسافة من منحنى السرعة المتجهة الزمن هي تحت الخط المستقيم. فعندنا نحن هذه النقطة هي رقم أربعة وهذا هو نوصل خط مستقيم. هذه المنطقة هي المسافة المطلوبة. بالتحليل نجد أن على شكل مثلث قائم الزاوية إذا المسافة تساوي مساحة المثلث. ومن علم الرياضيات مساحة المثلث تساوي نصف القاعدة في الارتفاع. فأنا عندي هنا إنه المسافة تساوي نص في دلتا تي اللي هي القاعدة في دلتا في اللي هو الارتفاع نعوض دلتا تي اللي هي أربعة ناقص صفر هذه أربعة وهذا صفر ودلتا تي عبارة عن عشرة ناقص صفر هتدينا النص في أربعة في عشرة يعني هتكون نص في أربعين يعني, يعني دي هتدينا عشرين متر وللأسف لا توجد أي إجابة من ضمن الاختيارات صحيحة فيوجد خطأ في وضع الخيارات ولكن الإجابة الصحيحة 100% تساوي 20 متر وإذا أردت أن تتأكد بنفسك بأنه لا توجد أي إجابة صحيحة فعليك أن تستخدم قوانين الحركة بتسارع ثابت لإيجاد المسافة بطريقة حسابية سؤال رقم ثلاثة نفس الرسمة اذا تحركت السيارة في الرسم البياني السابق بتسارع ثابت يعني واصلت بنفس الميل في خط مستقيم فكم تكون سرعتها بعد عشرة ثواني طبعا عندنا بعد عشرة ثواني غير موجودة فلازم نمد الخطين عشان نقدر نحصل العشرة ونوجد السرعة فكر في حل المسألة زي ما ذكرنا رقم واحد يجب زيادة طول المحور اكس فهذه زيادة الطول بعدين لازم أضيف عند القيم أضافنا ثمانية وعشرة ثم يجب زيادة طول منحنى السرعة المتجهة الزمن بهذا الشكل الآن من نقطة رقم عشرة عشان أوجد السرعة لازم أطلع بخط مستقيم ألين يصطدم بالمنحنى فحمد خط مستقيم ألين يصطدم من المنحنة. ثم أذهب بخط أفقي لأقرأ السرعة المطلوبة هذا هو الخط عشان استطيع ان نطلع القيمه لازم اني ازيد في طول المحور واي فهذه زيادة محور واي فأجد من الرسمة بأن السرعة هتكون كم 25 متر لكل ثانية لا يوجد أي إجابة مقدارها 25 متر لكل ثانية لكن أجد بأنه عندنا الوحدة هنا كيلو متر لكل ساعة والوحدة اللي طلعناها متر لكل ثانية إذا لازم أحولها إلى كيلومتر لكل ساعة كيف نحولها؟ ذكرنا سابقا عندنا تحويل سريع إن أضرب فيه ثلاثة فاصلة ستة فهتطلع لي السرعة تسعين كيلومتر لكل ساعة إذا الإجابة C هي الإجابة الصحيحة مسألة تدريبية رقم أربعة ما وزن مجس فضائي كتلته ميتين خمسة وعشرين كيلوغرام إذا حكتب إنه الإم تساوي 225 كيلوغرام على سطح القمر مع افتراض أن مقدار تسارع الجاذبية جي للقمر يساوي واحد 1.62 والإم هنا معناته القمر فكر في حل المسألة نعرف نحن من خبراتنا السابقة بأن الوزن يساوي الكتلة في تسارع الجاذبية وزن المجس على القمر يساوي الكتلة في تسارع الجاذبية على القمر فنعوض الـ M بـ 225 والـ G بـ 1.62 فحتطلع لي 364.5 نيوتن إذا الإجابة B هي الإجابة الصحيحة مسألة تدريبية رقم 5 يجلس طفل كتلته 45 كيلوغرام إذا حكتب M1 45 كيلوغرام في أرجوحة كتلتها ثلاثة فاصلة اثنين كيلوغرام إذا حكتب إنه الأم اثنين ثلاثة فاصلة اثنين كيلوغرام مربوطة إلى غصن شجرة يعني عندنا هنا شجرة الأرجوحة مربوطة فيها ما مقدار قوة الشد في حبل الأرجوحة لماذا حيكون عندنا الشد في الحبال حقت الأرجوحة بسبب جذب الكرة الأرضية للطفل والأرجوحة فعندنا الجاذبية الأرضية إلى تحت fg للطفل مع الأرجوحة فهذا حيسبب لنا شد في الحبال فمقدارها حسميها FT لقوة الشد تيشن فالموجود مطلوب مني أن أوجد FT طبعا هو في حالة اتزان في الوضع الرأسي تماما إذا FT تدينا FG فكر في حل المسألة زي ما ذكرنا إنه FG إذا FT عندنا حتساوي قيمة FG يعني الـ FT حتكون عندنا تساوي M في G والـ عندنا هي الـ الكلية M1 زائد M2 عليه حتكون FT اللي هي الشد حتكون الكتلة الكلية اللي هي M1 زائد M2 في G طبعا تسارع الجاذبية الأرضية 9.8 ام واحد بخمسة واربعين ام اثنين بثلاثة فاصلة اثنين وتسارع الجاذبية بتسعة فاصلة ثمانية هتطلع لي ثمانية واربعين فاصلة اثنين في تسعة فاصلة ثمانية لازم نخلص الأقواس بعدين الضرب هتطلع لي اف الشد في الحبال أربعمية اثنين وسبعين فاصلة ستة وثلاثين وهذه تساوي أربعة فاصلة سبعة في عشرة وست بالصيغة العلمية اللي هي تساوي أربعمية وسبعين يعني الإجابة الصحيحة هي دي وطبعا هذا يساوي اف جي اللي هي قوة الجاذبية الارضية او وزن الطفل مع الارجحة. نحتاج هذه المعلومة في السؤال التالي. نفس السؤال السابق لكن هنا في تغيير اذا تدلى غصن الشجرة في المسألة السابقة الى اسفل بحيث تستند قدمات الطفل على الارض. يعني دحين عندنا قدمي الطفل تستند الى الارض. فحيكون عندي هنا قوة عمودية Fn فهذا حيسبب لنا انه قوة الشد في الحبل Ft ايش حيصير لها؟ حتقل طبيعيا واصبحت قوة الشد في حبل الارجوحة 220 نيوتن اذا من المسألة السابقة M1 45 وM2 3.2 وعندي F الشد الان انخفض من 470 الى 220 نيوتن فما مقدار القوة العمودية المؤثره في قدمي الطفل يبغى الاف ان اللي هنا اذا عندي قوه الشد في الحبل الى اعلى وعندي قوه الجاذبيه الارضيه الى اسفل وعندي هنا استناد الطفل الى الارض اللي هي اف ان وطبعا من المساله السابقه قلنا ان الاف جي 472.36 ثابته لان عباره عن الكتله وهي ثابته 45 زائد 3.2 في 9.8 اللي هو تسارع الجاذبية الأرضية أيضا ثابت فكر في حل المسألة طبعا من تحليل القوة أجد بأن FG اللي هي إلى أسفل تساوي طبعا القوة اللي طالعة إلى أعلى اللي هي FT زائد FN إذا هذا القانون استنتجناه من الرسمة استنتاج من الرسمة بأن FG اللي نازلة على تحت تساوي القوتين اللي طالع على فوق اللي اف زائد اف ان وهستخدم هذا القانون في حل المسألة إذا عندي الاف جي تساوي اف زائد اف ان المطلوب إن أوجد اف ان فلازم أنقل الاف تي الطرف الثاني بتغيير الإشارة إشارتها موجبة فحنقولها الطرف الثاني سالب فحيكون شكل المسألة كالتالي اف ان تعطينا اف جي ناقص اف كل علي أعوض الآن 400 FG 472 والـ FT 220 أطرحهم من بعض بالآلة الحاسبة تطلع لي إنه FN تساوي 252.36 نيوتن فأجد أن الإجابة الصحيحة هي B اللي هي 2.5 في 10 أس 2 يعني 250 نيوتن الإجابة الصحيحة B مسألة تدريبية رقم سبعة اعتمادا على الرسم البياني أدناه أعطاني منحنى السرعة المتجهة الزمن ما مقدار القوة المؤثرة في عربة كتلتها 16 كيلو جرام طبعا هنا أعطاني الام 16 كيلو جرام يبغى اف وأعطاني منحنى السرعة المتجهة الزمن فعلا طلب عجيب من فين حجيب حاجة زي كده لكن كل عليك انك تضع القوانين وتبدأ تفكر كيف ممكن تحل المسألة فأنا عندي قانون نيوتن الثاني يقول انه اف القوة تساوي الكتلة في التسارع الكتلة موجودة عندي 16 كل اللي علي أن اوجد الان التسارع من المعلومات المعطاة لاستطيع لا حل المسألة اذا نفكر في حل المسألة من فين بامكاني اوجد التسارع التسارع ذكرنا في المسألة التدريبية رقم واحد لما حليناها ونعرف نحن من خبراتنا السابقة بان التسارع هو ميل الخط المستقيم هذا فإذا أنا بإمكاني أوجد الميل اللي هو M اللي يساوي Y2 ناقص Y1 على X2 ناقص X1 من علم الرياضيات وأعوضه هنا وأنا عندي الـ M بإمكاني أوجد القوة المطلوبة إذا هذا حيكون حل المسألة حكتب أنه A تساوي Y على X طبعاً الواي Y هو السرعة المتجهة والـ X هو الزمن كل عليك تختار أي نقطتين تعجبك أنا هختار نقطة الصفر وأختار نقطة واضحة عندي اللي هي نقطة رقم ثلاثة في اثنين ستة وفي واحد صفر وتي اثنين ثلاثة وتي واحد صفر فكل عليه الآن أعوض هكتب إنه ستة ناقص صفر على ثلاثة ناقص صفر ستة على ثلاثة وتساوي اثنين متر لكل ثانية تربيع الآن كل اللي عليه راح أعوض في القانون بالقيمتين حكتب انه اف تساوي ام في اي وتساوي 16 في 2 يعني الاف تساوي 32 نيوتن اذا الاجابة دي هي الاجابة الصحيحة مسألة تدريبية رقم 8 ارسم مخطط الجسم الحر لطفل يقف على ميزان في مصعد ثم صف باستخدام الكلمات والمعادلات الرياضية ما على المعادلات الرياضية هنصف باستخدام الكلمات فقط ما يحدث لوزن الطفل الظاهري يعني كيف هيتغير وزن الطفل الظاهري؟ واحد يتسارع المصعد إلى أعلى رقم واحد وعندما يهبط المصعد بسرعة منتظمة إلى أسفل اثنين وعندما يهبط برضو رقم ثلاثة المصعد في حالة سقوط حر ثلاثة حالات فكر في حل المسألة. الحالة رقم واحد يتسارع المصعد إلى أعلى طبعا القوة الموجودة على الطفل عندنا قوتين اللي هي قوة الجاذبية الأرضية إلى أسفل إف جي وعندنا اللي هو الوزن وعندنا القوة الثانية اللي هي القوة إف إن التي يبذلها الميزان عليه لا طبعا عندما يتسارع المصعد إلى أعلى تصوروا معي عملية تخيلية اللي حيصير المصعد يتسارع إلى أعلى هذا حيسبب بسبب قانون نيوتن الثالث ان الطفل حيضغط على الميزان الى اسفل. طبعا الطفل لما نضغط على الميزان الى اسفل ايش حيصير للوزن الظاهر امامه؟ اللي حيصير تماما ان الوزن الظاهر امامه سيزداد الوزن الظاهر للطفل. اذا الحل لرقم واحد سيزداد الوزن الظاهري للطفل. نروح للمساله رقم اثنين. برضو نفس القوة اللي على الطفل القوة اللي على الطفل هي اف جي الى اسفل اف الى اعلى قال لي يهبط المصعد بسرعة منتظمة الى اسفل الان قال لي السرعة منتظمة يعني عند التسارع يساوي صفر ما دام التسارع يساوي صفر اذا ما في اي قوة محصلة على الطفل وهذا الطفل لن يضغط على الميزان لا الى اسفل ولا الى اعلى اذا حيكون عندنا الوزن الظاهري ثابت لا يتأثر الوزن الظاهري للطفل. رقم ثلاثة نفس الطريقة عندما يهبط المصعد في حالة سقوط حر القوة اللي حتكون على الطفل هي إيش قوة إيش الجاذبية الأرضية فقط لأنه سقوط حر وتعريف السقوط الحر القوة الوحيدة اللي عليه هي قوة الجاذبية الأرضية مع إلغاء مقاومة الهواء. القوة الموجودة على الطفل الآن الوحيدة هي الـ FG يعني مقدار الـ FN عندنا هنا الـ FN غير موجودة يعني الـ FN تساوي صفر بما انه الـ FN تساوي صفر إذا حيكون الوزن الظاهري للطفل يساوي صفر إذا سيصبح الوزن الظاهر للطفل يساوي صفر هذه الحالات الثلاثة شكرا لكم وهذه نهاية حل الاختبار المقنن واعتذر لكم عن جوده الصوت والتي هي سبب عارض صحي وبالتوفيق للجميع نشكر لكم دعمنا عن طريق ضغط زر الاعجاب والاشتراك في القناه ومشاركه الحلقه مع من تحبون ونامل متابعتنا على حسابنا في تويتر وقناتنا في التليجرام وسنسعد باستقبال مراسلاتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم وشكرا لكم